يوم جديد كله حياة، شمسه بتبتسم وناسه هوا، والعصافير بتغني في سما، غنوة عايزانا نكون سوا. مش ناقص غير القلب يدق، يسهر الليل يحب ويتحب. مش ناقص غير القلب يدق، يسهر الليل يحب ويتحب. ويلاقي نص التاني ويروح، يروح معاه ويملى الحياة. دونك توا يا البنات باش نبدا في التنظيم نتاع البيت، حبيت نوريه لكم كيما هي. يعني قبل ما نمس فيها حتى شيء، قمت فطرت قعدت فهمت روحي، وتوا هاني قلت خليني نصورها البنات. يعني واحد كان راقد مش باش يقوم يلقى البيت على سنقة عشرة كيما يقولوا، اكيد باش تبدا داخله بعضها. توا حاسيلو باش نفرغها الكل، باش نبدل حوايج الصيف، ومن بعد نحط حوايج الشتاء. مش باش نبارتاجي معكم التفاصيل الكل بالتفصيل، لكن نحاول نبارتاجي معكم هكا مقتطفات باش تتشجعوا. هو لما حالة سيين تصور الناس كل راي هبطت حوايج الشتاء، اما انا بيسكو في الصيف نلبس، معناها ديما نخلي انا كي نجيبش نخبي حوايج الصيف ولا حوايج الشتاء، معناتها نبدل من سيزون سيزون، ديما نخلي معناها شويه حوايج من سيزون اللي بعدها. معناتها كي تدخل هكا، ماكم تعرفوا احنا الطقس في تونس ما تفهموش، في نهار يتبدل، معناها تنجم حتى تشوف اربع فصول في نهار واحد. دونك ديما نبدا عامله حسابي، هذاك علاش معناها قعدت لتوا ما بدلتش حوايج الشتاء. توا سي بون تاكدنا اللي الشتاء تخل، معناها لو 1 نوفمبر ان شاء الله غدوه ان شاء الله حيين بألف خير. دونك وقيت باش نبدل، باش نبقى هذيك ساكي بجنبي. الصباح قمت نلقى تليفوني مسكر، دونك قلت ما جيب لي ساك نجبد منه الشارجور وخليته غاديك. قلت لكم ما نسيت هي الجملة، خليني نعطيكم يعني لمحة بسيطة. باش نجيب لي تابي نتاعي، باش نبدل لي كادغ هذوما. هو لما حالة انا المرة اللي فاتت ما كنتش هكا، راهو هذوما اللي شريتهم جدد، والبنات اللي تعرفوا بيتي قبل كيفاش كانوا هذوكم كل ريتو وين فما لي زاكروش، علاش هما تاو داخلين بعضهم الكلهم، معناها دي بتي كادغ كيما تشوفوا هذوكم، وبدلت هذوكم ومازالوا عندي واحدين اخرين، نحيتهم مسحت لهم الغبره الكل، وما حبيتش الحيط يقعد فارغ، دونك جوست بروفيزوارمون حطيت هذوكم. تك نكمل من بعد نلم البيت تشوفوهم ان شاء الله كيفاش باش يوليو. خليكم معايا البنات، نبداو اول حاجه بتفريغ البيت الكل. البيت هكا 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 1 2 3 اوه هنايا كوكو. كيما قاعدين تشوفوا البيت كلها فرغت، نحيت لي كادغ، هما لي كادغ اللي كانوا محطوطين الكل هما هاكو، عندي هذوكم وعندي هذوكم، فرغت كل شيء، جوست خليت الأوس نتاع الفرش باش كي نهبط حوايج الشتاء، معناها نحوس غاديكا ومن بعد نحيه هو والبروتيكسيون والبروتيج ماتلا، ويتغسلوا يتحطوا وحدينا جدد. عندي هذيك السبوت زيدا، عندي واحدة ديجا ثلاثة توافقت بهم، صدقوني ثلاثة تخوا سبوت ما يخدموش، يلزمني نبدلهم. ولا لهنا هذه البلاصة نتاعهم ريتو كيفاش كانوا محطوطين، ظلام شوية مي هاكم لوحدينا كيفاش لي زاكروش محطوطين. نحب نعاود ننظمهم، نحب نستغل الاسباس هذا. هذا كانت هي الكوافوز نتاعي، هذه كانت ديما هوني بلاصتها، حبيت انا نبدل شوية ونحط هنايا كيما شفتوا كان الكرسي والطاولة نتاعي، وهنايا نحط لي كادغ الكبار هذوك اللي شريتهم اخر مرة من الفيسبوك، كان شفتو في فيديو المشتريات. حسيلو تويكا خليكم معايا، توا باش نوريكم كيفاش معناها دبشي نتاع الصيف وكيفاش باش نحط دبش الشتاء. دونك هوني فوالا هذوما دبش الصيف المعلقين غاديكا، وين نحط لي بارفان والحاجات هكي لي كوفري نتاعي، هذيك دبش الصيف. وهنايا وين نحط
فما هذيك الليتاج الفوقاني مخليته للسكان، هنا حوايج الدار، وغاديك المنيشف، وهذوما لي مايو، هذيا الباني نتاع توسكي معناتها الالكترونيك نتاع الشعر، هنايا كيلكو برودوي نتاع السيف، واللوتا سيكان هكا. اغزرو كيفاش منظمتهم، انا منظمتهم في اللي بوكس، هذوما الكل هكايا كلهم دي بوكس، وهذيك وحده شريتها وعمري لا استعملتها. فوالا، دونك هذه التنظيم قبل ما نبدل حوايج الشتي تاعي، هذه في البيت قبل ما ننظمها. دونك خليكم 1 2 3. القجره هذوما شنو انا حاطه فيهم؟ كيما قلت لكم راني ما نخبيش حوايج الشتي كل، مثلا كيما هنا عندي هذوما لي ليجينغ نتاع سبور، هذوما دي بيجاما محطوطين هنايا، هذوما يزيد دي بيجاما، دونك باش يتبدلوا يوليو هذوما في الكلاس، والبيجاما نتاع الصيف يوليو هوني، فهمتوني؟ ولهنا خليني نوريكم مثالش. هذه القجار الفوقاني ديما حاطه فيه لي برودوي اللي ديما نستعملهم، توا داخلين بعضهم، خاطر هذوما مثلا هذوم وهذوم وهذوما كانوا محطوطين فوق الكوافوز منظمين، توا كي فرغت فما حاجات حطيتهم لهنا. تو بعد كي نكمل النظام نوريكم النظام نتاعو. ها هما لي مكياج اللي هكايا، لي كوفري مثلا حطيتهم في لي بواط هذوما نتاع لي بواط دو شوكولا، عرفتو هما هذوما لي بارفان نستعمل فيهم ديما، هذوما حاجات حاسيلو دوي هذاك ديما معناتها نحبو على يدي، هذوما لي فيرني، هذوما لي لاشز، فون دو تان حاسيلو، هذا عرفتوها كم تاع المنظم تاع تاع لي كوفير وكل، حطيت فيه هنا مثلا عندي ليتوي تاع لونيتي. استنى نزيد نوريكم لهنا الحاجات اللي ما نستعملهمش ديما كلهم ريتوهم، هذوما لي بواط دو شوكولا نتاع فيري روشي حاطه فيهم. فوالا هما عندي دي بواتي سير مزيانين، اما لهنا ماذا بيا نحبهم يبداو ترونسبارون باش ما نبداش نلوج، نعرف انا لو حاله كل حاجه شنو فيها، اما كيما مثلا هذيا هكا فيها القطن، هذيا واحده نتاع شوكولا قديمه رديتها نتاع باتوني. فوالا، دونك حاجات هكايا. هذا القجار الثاني حاطه فيه هكا الحاجات اللي نعرفهم معناتها اللي هما منظمين مي ما نستحقهمش ديما، دونك مش مشكله هكا حطيتهم في لي بواط دو شوكولا هذوما. ومشير هذايا فما الاندر ويرز مانيش باش نوريهم لكم، دونك هذه هي الحاجات اللي موجوده في الكوافوز نتاعي، وريتها لكم الكل. فوالا، دونك توا ننتقلوا بالحق للديكور الشتوي. 1 2 3. توا البنات رجعت لكم بعد ساعتين ونص من التغيير، هذه توا الحاله نتاع البيت، سي لميت حوايج الصيف، حطيت حوايج الشتاء، خليني نوريكم ساعه نكمل نوريكم البيت. لهنا عملت هذيك كيما وريتكم، كملت عملت لاسبيراتور في وسط البلاص ومن فوقه، وعملت البيت كلها. بالنسبه للي كادر لهنا حاولت نعاود ننظمهم معناتها دو تيل فاسون ما يقعدوليش دي زاكروش خارجين على برا. الكوافوز في الاخر عاودت رجعتها في بلاصتها، حبيت باش نستغل الاسباس هذيك، نرجعو هذيك هو الكوان القاعده نتاعي، وباش ما خاطر باش نقعد نزيد نستنى ما خديتش انا دي زاكروش، وحبيت نكمل معناها بروفيزوارمون ننظمها البيت. دونك لهنا عندي انا كعبيت غاديكا، انا حبيتهم يبداو الكبيره الصغيره واللي اصغر هكا من فوق، مي فيك عندي انا ثلاثه هكا بجنب بعضهم، واللي استغليت الاسباس عملتهم هكا. بخاطر اذا كان باش نعمل الكبيره من الاول ومن بعد اللي اصغر واللي اصغر، فما كعبه لهنا ما تتغطاش، دونك ريتوها ديجا كيفاش طالعه شويه، دونك لقيت الحل هذيا هو الاقرب اللي باش يخلي لي معناها المنظر بلوز او موان هكا مستوي ومزيان.
دونك تاويكا شنو مازالي مازالي باش نمسح الغبرة ونعمل اجاكس على الكوافوز هذية. سي الجلاس نظمته خملته، باش نبدل الملاحف وباش نفرش لي تابي ونرجع المبل. دونك خليكم معايا 1 2 3